بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم الاثنين 28/9/2020 تم تحميل سيارات 17 طن، وذلك لتسليمها للمديريات الآتية: القاهرة 4 طن، الجيزة 4 طن، الفيوم 3 طن، بني سويف 4 طن، الوادي الجديد 2 طن، ومع كل مديرية مفتش عام لتوصيلها وتسليمها إلى وكيل الوزارة بالمديرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.